السلام عليكم، مرحبا بكم. الوغ اليوم ان شاء الله راح نديرو كسكس بالتشيشه، يعني تشيشه اللي تشبه المرمز. يعني كاين يقول تشيشه تاع مرمز، كاين يقول هي تشبه الفريك بصح ماشي فريك. يعني شو كيجي، هذه هي التشيشه، ندير بها الحريره. انا يعني بالفرنسي سموها لا سومول دورج. ها هي وينها، نلقوها في لي غون سيرفاس ولا عند البوشي. انا ديت هنايا غليظه تجيب تدور كيكا. ها هي بينا التشيشه تاعنا، هذه هي. الوغ كاين اخت قالت لي عليها، بغات الكسكس تاع التشيشه، قلت لهم ان شاء الله نديره بمناسبه المولد. نديرو يعني اطباق تقليديه. هنايا عندي الماء، يعني نوريكم الطريقه كيفاش نديرو التشيشه تاعنا. كما كنتو تشوفوا معمره غبره، ها وينا يعني هذا النشا اللي قنقلعوه، نغسلوها كما نغسلو الكسكس، كيما هكا نغسلوها الخضره. الماء دافي عندي ماشي بارد، فوالا كيما هكا نقلعو كاع هذا النشا. هذاك تشوفوا فيه هذا كان نقلعوه، نحكو هكا بيدينا. غادي نصفيها في الكسكاس، غادي درتها في الكسكاس. ها وينا يعني طقطق مع هذاك الماء هذاك. ها وينا هذا الماء كاع صفى منه، عفوا خليها تصفى من هذا الماء. كي نشوفها صفات من الماء مليح نديرها هنايا ونخليها تنشف، يعني عاد نردها في القصعه ونخليها تنشف. راني درتها في القصعه من يعني الماء هبود منها كاع. هنا راني نديرها كيما هاك، يعني ضروري ديروها كيما هاك كما راكم تشوفوا معايا هاكا، ونخلوها تنشف يعني باش تشرب الماء مليح. كي نديروها كيما هاك، ها بينا شغل نقرصوها هنا، خليها تنشف وندير القدره تغلي. هاي التيشه تاعي راهي نشفت لي، يعني ملي كتلبسوها تلقاها ناشفه، يعني تجي حبه على خطها كما راكم تشوفوا. هاي بينا هاي نشفت مليح. هنا عندي كسكاس، الماء تاعي درته يغلي، يعني غادي نفوروها كيما الطعام. ها هو الكسكاس تاعي، انا عندي كسكاس تاع حلفه، تجيبو ديرو كسكاس لاخر. غادي نعمر الكسكاس تاعي بالتشيشه ونديرها تفور كيما نديرو الطعام يعني عادي. هنا غادي الطعام تاعي راهي يفور، ها وينا راهي يفور. هنا غطيته كما راكم تشوفوا، وهنايا غادي نديرو المرقه تاع الطعام. هنا درت شويه زيت، يعني حوالي 2 ملاعق كبار تاع الزيت. عندي الدجاج تجيو تعوضوا في اللحم تاع الخروف ولا تاع البقرين. هنا عندي السمن، الا كان ما عندكمش تعوضوا بالزبده ولا ديروا غير الزيت. غادي ندير السمن هنايا مغرفة كبيره، خلي الدجاج تاعي يتقلى ومن بعد ندير البصل. يعني غادي نديرو مرقه تاع الطعام عاديه اللي نديروها طعام عادي بالخضره. هنا هذا البصل، يعني جوج حبات كبار تاع البصل قطعتهم كيما هكا، تجي تقطعهم مرقاد. انا جبت هكا يعني نقدر نقطعهم هكا دوائر. غادي نخليه يتقلى مع الدجاج. ها وينا، وهنايا البصل تاعي تقلى كيما راكم تشوفوا معايا. هنا عندي فلفل عكري يعني بابريكا، غادي نديرها تتقلى هنايا، يعني كي تتقلى تطلب بنا من المرقاد تاعنا تجي لها حمراء نحرك وخليها تتقلى. ومن بعد ندير الطماطم مصبره، الطماطم الحبه نديرها من بعد. وهنايا ندير الطماطم مصبره، هاي هنا ملعقه كبيره تاع ماكله نديرها هنايا ونخليها تتقلى، يعني تطلق بنا الشابه كي نقلوها نحرك ونخليها تتقلى. وهنايا درت الخضره، يعني درت الطماطم تاع الحبه راهي هنا تتقلى. نزيد شويه النار نقص لها، يعني هاي وينا الطماطم تاع الحبه نوريها لكم. هاي وينا قطعت هكا قطع، ودرت الجزر يعني كما تبغوا. انا درت راه حبه تاع جزر، درت الحبه تاع لفت وخليهم يتقلوا هنايا. دروك ندير التوابل، يعني غادي ندير الكابويا، يعني هي كوسه بصح ما نديرهاش ضروب، نديرها فم بعد حتى من الخضره طيب لي شويه. باش كون نديرها ضروب غادي كاع تترون، يعني غادي كاع ما نجبروهاش في المرقه. الوغ خلي اللحم يطيب شويه ومن بعد ندير لا كورجيت اللي هي كوسه ولا الكابويا الخضراء. دروك ندير التوابل، التوابل هنا عندي شويه فلفل اسود، يعني توابل عاديه. ها هنا عندي كركم. الاخوات انا عيني ميزاني بصح نتوما ديروا يعني نصف ملعقه صغيره تاع قهوه. ندير شويه قرفه، ندير شويه سكنجبير، ندير الملح دروك فوالا. من بعد نشوف ندوق نشوف، ندير سكنجبير نخلط وخليها تقلى شويه ومن بعد نمرق. هنا درت الحمص، ها هنا دروك سي بون غادي نقلي
عفوا خلي خلي نمرق المرق عندي يغلي هنايا، يعني توجو هنايا نمرق بالماء غالي من الاحسن. ها هنا الماء، بسم الله، فوالا ها هو الماء هنايا. نزيد غير شويه تاع ماء باش الدجاج ابي يتغطى لنا، وغادي ندير كرافس، يعني كرافس اختياري تجو ما ديروش، يعني ديروا الخضره اللي تبغوها كما ديروا في الطعام. عندي شويه كرافس والكابويا نديرها حتى من بعد كما قلت لكم، وهذه هي فوالا. هاي ندت كرافس، زوج عروش كرافس، ها ما بينا زوج عروش كما قلت لكم، قطعت كما هكا من بعد نقلعه. هذه هي زدت الماء شويه، يعني ما تبقاش كطول الماء، غادي نقص لها ونخلي المرقة تاعي تطفي غردها، يعني باش ما تنشفليش. و بقاش كون تزيدو النار المرقة غادي تنشف، ومن بعد تزيدو الماء تجي صامطة، يعني ما تجيش عاقدة. الو غادي نقص لها في غردها ونخليها طيب. والمرقة تاعنا كملناها كما قلت لكم، بعد ندير شوية كابويا هذا مكان. ودروك نروحو نديرو الكسكس تاعنا، هو هنايا راهي فور هنايا كما كنتو تلاحظو معايا، راني مغطية تحت من الأحسن تغطوه، يعني مش كيما الكسكس اللي نديروه عادي، يعني التيشيرت نغطوها باش طيب مليح، يعني هي قاصحة. هذه هي دروك نروحو نديرو نعاودو التيشيرت تاعنا، صاير راهي فارت عندها واحد نص ساعة وهي تفور. وانا هاو يعني التيشيرت تاعي كما كنتو تشوفو راهي فارت، يعني مش كيما الطعام، يعني تشد شويه في التفوار. هنايا عندي راني نعاودها بالماء غالي، يعني غليتها بشي ماء بارد ولا دافي، الماء يكون يغلي. بسم الله فرخها فوقها كيما هاك، يعني هي المعاوده تاعها شكيما الكسكس. فوالا ندير الماء كيما هاك، يعني حوالي نص يوطور تاع ماء على حسب يعني الكونتيتي اللي عندكم تاع التيشا، اللي عندكم بزاف ولا شويه. انا عندي كيلو، فوالا غادي نخليها هنايا كيما هاك تشرب هذا الماء حامي. هاي هنا دخل مليح المحامي فيها، يعني ديروها كيما هكا، يعني شوفوا ونخليها تشرب هذه المحامي. فوالا وخاطر خطره نقلبها، يعني اللي يكون من تحت نعاود نردها من الفوق، وهذا الفوقاني نعاود نردها من التحت. فوالا خليها كيما هاك تشرب كاع هذه المحامي، نعاود نرجع لكم ان شاء الله كي تشرب لنا. هاي الشيشه تاعي راهي شربت كاع هذاك المحامي، يعني تقعد شويه كما راكم تشوفوا. هاي هنا هنايا ندير الملح، يعني حوالي نصف ملعقه كبيره، نذوقها ونشوف، يعني تنفورها نعاودوها ثلاث خطرات شيشه، مش كيما الطعام بجوج خطرات، يعني كيما السفره نخلط مليح هذا الملح، يعني نخلط مليح، يعني شوفوا شرب كاع هذاك الماء، يعني مكش الماء كما راكم تلاحظوا معايا هنايا. هنايا غادي نعاود نديرها في الكسكاس، نعاود نديرها تفور المره الثانيه، نعمر الكسكس تاعي نديرها تفور، وكي تفور نعاود نرجع لكم ان شاء الله. ولا هو الطعم تاعي فار المره الثانيه، غادي نعاوده نفوره المره الثالثه والاخيره. هنايا غادي نزيد شويه ملح، دوق تخسر الملح، غير شويه ملح هنايا، فوالا غير شويه خاصه شويه ملح. هنا الماء عندي ماشي حامي، الماء عندي هنايا دافي، بسم الله، يعني راه حامي عندي، نجيب مغرف خير. فوالا نفرغ شويه ماء، الماء يعني الاخوات يبغوا العبر تاع الماء. هنا الماء عندي يوطرو، هو يوطرو تاع الماء دافي، والاول يوطرو تاع الماء يعني حامي. فوالا نعاوده، فوالا انا غادي نزيد شويه ماء، فوالا نزيد شويه ماء، راه عندي دافي، يعني شوف الحجم تاعها كي تضاعف الحجم تاعها. هنا غادي نخليه يتشرب كيما الاولى، تشرب لي كاع هاد الماء، نعاود نفوره للمرة الثالثة والأخيرة، يعني نديروها كيما هكا ونخلوه عندي حامي شوية. فوالا يشرب كاع هذاك الماء هذاك. ها الطعم تاعي، يعني الشيشة تاعي شربت. هنايا عندي زيت الزيتون، الأخوات ما يبغوش زيت الزيتون ينجمو يعوضو بالزيت، يعني عادية ندير شوية قد حوالي 3 ملاعق كبار. فوالا كيما هاك، وهنايا غادي نحله، ها هنا نحله بزيت الزيتون، ومن بعد نعاود نديرها هي فور، نعمر الكسكس تاعي ونديرها هي فور للمرة الثالثة والأخيرة. يعني شو كيجي، يعني أنا ديت تغليض، تنجمو تدو رقيق، ها هنا الحبة غلاضت والمهم الحجم تاعها تضاعف. غادي نعمر الكسكس تاعي ونديرها هي فور المرة الثالثة، ونعاود نرجع لكم إن شاء الله كيفور.
هو الكسكس تاعنا يتشد انا راهي فارط كما كتشوفوا معايا هنايا، يعني كي تشوفوها البخار طلع حسبوا لها 20 دقيقه وحبسوها. ها هي وينها هنايا اش غادي ندير؟ ندير لها شويه غير شويه تاع الزبده ماشي بزاف باش كيما الكسكس، وشويه تاع زيت الزيتون يعني قد ملعقه كبيره تاع زبده. ها هي الزبده قد ملعقه كبيره تكون معمره. هنا ندير لها شويه تاع زيت الزيتون. اخاوي ميبغوش زيت الزيتون ما يديروش، يعني يكتفوا غير بالزبده، وثاني تقدروا ديروا السمن. فوالا وندخل الزبده مليح، يعني ندخلوا الزبده في الشيشه تاعنا. يعني دخلت مليح الزبده وزيت الزيتون هاوينا، يعني شوف الكسكس انا كيجا يعني فريمون الحجم تاعها يعني ضاعف مما ولا ثلاث خطرات، يعني اكثر من الكسكس العادي. هاوينا دوك غادي نشوفوا ان شاء الله في صحن التقديم، يعني غادي نقدمه كما نقدموا اي كسكس، يعني ندير هذا الكسكس وندير فوق الخضره شوفوا ان شاء الله واجد. مرحبا بدي هو الكسكس تاعنا، يعني قدمته يعني في صحن التقديم كما تلاحظوا معايا، يعني تقديم عادي كما اي كسكس. انا درت شويه تاع الجويه يعني اختياريه، يعني الفلفل الاخضر هذا ماشي حار حلو تجيبوا ديروا الحار. هذه هي يعني كسكس فريمون جبني متغير الكسكس اللي مدايين نديروه، ونتمنى ان شاء الله تتبعوا هذه الطريقه وتتبعوا الفيديو حتى الاخر يعني باش تشوفوا في الوصفات. ودروك مابقالي نقول لكم تهلاو في رواحكم وتلاقوا ان شاء الله في وصفات اخرى، والسلام.